فورا. اتفقنا على كل القواعد دكتور طارق؟ جاهز حضرتك؟ اتفقنا. وكل عام وحضراتكم بألف خير. كل عام وانتم بخير. اتفضل دكتور طارق، مع حضرتك أول 5 دقائق. شكرا لك، وتحياتي للدكتور تخنين، وأنا إن كنت أصغره قدرا وعمرا، ولكن يعني دفعت الأقدار بأن أحاوركم، فلو حيدنا العمر قليلا وقلنا أننا أفكارنا تحاور لعل الأمر يعني يسهل عليكم، وأنا يمكن من جيل أبنائكم، ولكن بالنهاية أنا أعرض أفكار وأنتم تعرضون أفكار. في الحقيقة مسألة وجود خالق هي مسألة منطقية عقلية أوجبت علينا القول أن هناك سببا أو مسببا أو مرجحا أول لهذا العالم، لأننا عندما نظرنا في الأشياء في العالم فإننا وجدناها على 3 أقسام. طبعا الأول هو ما نسميه أشياء يجب أن توجد أو واجبة الوجود، وأشياء ممكنة وأشياء مستحيلة. طبعا مستحيلة ليست أشياء أصلا، ولكننا نقولها هنا مجازا للتعبير عن أشياء يمنع العقل من وجودها من حيث الأساس. عندما نظرنا في الأشياء الموجودة وجدنا أن هناك أشياء لا مشكلة إن افترضنا أنها غير موجودة، ولا مشكلة إن افترضنا أنها موجودة. الشمس مثلا موجودة، إذا فرضنا أنها غير موجودة فلا مشكلة، أقصد لا مشكلة منطقية. نعم الحياة ستنتهي في العالم في الأرض مثلا، ولكن لا مشكلة منطقية. فنقول لا مشكلة في عدم الشمس، أيضا لا مشكلة منطقية في وجودها. فقلنا هذا أمر ممكن هكذا اسمناه. مثلا لو نظرنا إلى المثلث، فالمثلث هو شكل بأضلاع 3، فقلنا إن هذا الشكل يجب أن يكون بثلاثة أضلاع. لماذا يجب؟ لأن معنى مثلث شكل بأضلاع 3، فإن قلنا شكل أو مثلث ليس بأضلاع 3 وقعنا بالتناقض، هنا مشكلة منطقية، مشكلة في تناقض. معنى هذا كلام أصبح هذا الذي نسميه مثلث شكل بأضلاع 3 لا بأضلاع 3 بنفس الوقت والاعتبار، وهذا تناقض مستحيل غير ممكن. فنقول هنا لا يمكن هذا الأمر، إذن يجب أن يكون الذي نسميه مثلث ذلك المفهوم شكل بثلاثة أضلاع، فهذا واجب، فنسميه واجب عقلا. على الجهة المقابلة الأشياء المستحيلة عقلا هي الأشياء التي لا يمكن أن توجد أصلا بأي حال وأي اعتبار. فلو قلنا مثلا الشيء موجود ولا موجود بنفس الوقت والاعتبار، قلنا هذا التناقض مستحيل عقلي يمنع وجود الشيء، فنسميه مستحيل أو محال. هذه المفاهيم العقلية مفاهيم بسيطة بديهية، وهي أوصاف سلبية تقع على كل شيء يمكن أن نتصوره أو يمكن أن يوجد أصلا أو لا يمكن أن يوجد كالمستحيل مثلا. إذا فهمنا هذه المقدمة علمنا أن العالم كله ممكن، العالم كله ممكن بمعنى العالم الكواكب والمجرات وكل شيء ممكن الوجود. ما معنى ممكن الوجود؟ يعني لا توجد مشكلة منطقية في عدم وجوده. يعني إن افترضنا أن العالم لا موجود ونحن لسنا موجودين وكل شيء لا موجود كعالم ككون، لا مشكلة منطقية إلا نقع بأي تناقض، إذن العالم ممكن. والممكن إذا نظرنا به فإن احتمالات وجوده وعدمه تتساوى، هذه الأدلة موجودة عند الفلاسفة، أنا فقط أشرحها بشكل سريع. لأن الواجب يجب أن يوجد، إذا عبرنا عن وجوب الوجود 1 أو 100% يجب أن يوجد. احتمالات وجود الواجب ماذا؟ 100% يجب أن يوجد دائما. احتمالات وجود المستحيل ماذا؟ 0%، لأنه مستحيل أن يوجد، لا يوجد احتمال أصلا أن يوجد، فنسميناه مثلا قلنا 0%. الممكن 50% يوجد احتمالات نحن نتكلم، و50% لا يوجد، فتساوت احتمالات وجوده وعدمه. هكذا مفهومه يخبرنا أن وجودي وعدم وجودي متساوٍ. إذا افترضنا هكذا معنى ممكن، إن افترضنا أن ممكن جاء بلا سبب أو مرجح رجح جانب الوجود على جانب العدم فقد ناقضنا المفهوم. كيف ناقضنا المفهوم؟ المفهوم يقول 50% وجود 50% عدم تتساوى احتمالات الوجود والعدم. إذا قلنا جاء بلا سبب لم تتساوى احتمالات الوجود والعدم، إذا جاء بدون سبب معناها
لم يعد 50% 50%، ولكنه وجد، العالم موجود الآن. إذا لابد من وجود شيء خارج عن مفهومه رجح وجوده، رجح جانب الوجود، هذا هو الذي نسميه السبب الأول أو الخالق أو الصانع أو المحرك الأول بتعبيرات أرسطو إلى آخره. إذن العالم ممكن وكل ممكن، نعم العالم ممكن ولكل ممكن مرجح أو سبب، إذن للعالم مرجح وهذا هو الذي نسميه الخالق. شكرا. شكرا حضرتك دكتور طارق. دكتور تخنين. شكرا يا عزيزي، تحياتي لك عزيزي دكتور طارق ولكل الموجودين مرة أخرى. والقضية عبارة عن تبيان وجهات النظر المختلفة في التفكير، عسى أن نستفيد من بعضنا البعض. لذلك في الحقيقة أنا يعني تابعت يعني ما قلت وسجلت عندي على الورقة، ولذلك ينشأ عندي بعض الاستفسارات التي هي في نهاية المطاف انتقادات. مثلا يعني عندما قمت بتقسيم الممكن والمستحيل وواجب الوجود، السؤال المطروح هل هي تعريفات أم هي يعني خلينا نقول حقائق موضوعية؟ لذلك هذا نقطة أساسية، بالتالي يمكن ربطها بالشكل التالي، أنه ما تطرحه كوسيلة للاستدلال هل هو استنباطي أي يقيني محكم، أم أنه عبارة عن استقرائي أي احتمالي ترجيحي. يعني قصدي أنا وجود ذات العليا الإلهية أو المرجح الذي تقول فيه بالنسبة للعالم. نحن لا نختلف أبدا على أن العالم حادث أي بمعنى الكون، لكن القضية إحنا التي نناقشها ليست فيزيائية، لأن الشقة والأرض وهذه الأشياء كلها أمور فيزيائية هي يعني حادثة، لكن القضية التي نناقشها هو البناء الفكري اللي في يعني رأس الإنسان. ولذلك إحنا نتناول الأمور الكلية والقوانين يعني خلينا نقول التي تعكس العالم الموضوعي في العالم الخارجي. لذلك يعني من هذا المنطلق أنا أعتقد أنه إذا حاولنا نستخدم السببية يعني ولو كان بشكل غير مباشر فهي تؤدي إلى التسلسل والدور، وحتى كثير من الفرق الإسلامية لا تعترف بأنه هذا يمكن استخدامه، يعني السببية يمكن استخدامها في قضايا إثبات وجود الذات العليا الإلهية. السبب أنه عند المناطق والفلاسفة وكل من يبحث في هذا الموضوع أنه في هناك كليات تجريدية، وأنا أتحدث الآن عن المنظومة الفكرية في يعني عند الإنسان المفكر وليس في أمور فيزيائية موجودة في العالم الخارجي. مثل هذا الترتيب يقول بأن السببية أو العلية بشكل أعم يعني هي في نطاق الزمان والمكان، حتى أن كلية الزمان والمكان تدخل ضمن كلية الوجود، فلا يمكن لأي شخص يعني عنده اطلاع على الفقه أو على يعني علم الكلام أو حتى على يعني علم المنطق أن يأتي ويقول وكيف بدأ الوجود أو ما هي بداية الوجود أو ما شابه ذلك. لذلك أنا أعتقد أن يعني القضية الأساسية أن السببية لا يمكن استخدامها في القضايا الكلية، ناهيك عن أنه كلية الله يعني بالمفهوم الفلسفي هي في نهاية المطاف أعلى حتى من كلية الوجود عند المتدين طبعا وليس عند العلمانية. لذلك يعني ليس من المنطقي أبدا استخدام السببية في التدليل على وجود الذات العليا الإلهية. هذا بالنسبة لما كان ما هو موجود من نقد. على كل بالنسبة لقضية المرجح يعني أعيد السؤال مباشرة، هل إثبات وجود الذات العليا الإلهية قضية منطقية عندك ناشئة عن استدلال يعني عن حالة استدلال منطقي أم عن حالة ترجيح، أي بمعنى أنه هل هي استنباط أم هي عبارة عن استقراء؟ لأن هذه القضية بعد ذلك تفتح آفاق لاستكمال النقاش، بمعنى أنه إذا كانت يقينية فبالتالي هي بالتأكيد يعني أمور ذاتية وهذا تخص الشخص نفسه، لكن إذا كانت ترجيحية فيبقى المجال أنه الآخر يستطيع أن ينفي وجود ما تطالب بإثبات أو ما تحاول أن تقدمه كإثبات لذلك. ما عارف إذا كان غمز يعني عندي المدريتر. طيب معناه أنا بكتفي يعني بهذا القدر وبالتالي أعطي المايك لأنه فهمت أنه يعني الوقت انتهى. مايك فري.
لا، الغمزة الأولى معناها باقي دقيقة يا دكتور تخنين، الغمزة الثانية باقي 30 ثانية، لما الوقت ينتهي بتحدث. حضرتك لسه معك 40 ثانية. طيب شكرا، يعني ماشي، لأنه يمكن النظارات تكون أقوى من ذلك. بصراحة هي للكمبيوتر جيد ولكن ليست للتليفون. على كل، يعني أهم النقاط أنا ما بدي أرد أعيدها مرة ثانية، أرجو من الدكتور طارق أن يجيب، يعني أنه هل الأدلة التي يقدمها هي تحليلية أم استقرائية، وهل هي ذاتية، يعني بمعنى أم موضوعية، يعني هل هي من العالم الخارجي أم فقط عبارة عن بني في داخل الدماغ الإنساني. وشكرا. شكرا دكتور تخنين، انتهت الخمس دقائق بالضبط. دكتور طارق. شكرا دكتور. أولا في قولك هل هي تعريفات أم حقائق؟ نعم هي تعريفات مأخوذة من معنى الممكن. نحن عندما عرفنا الممكن قلنا الشيء الذي لا يجب أن يوجد ولا يجب أن يعدم. هذا المعنى يساوي تساوي احتمالات الوجود والعدم من حيث المفهوم، هكذا يخبرنا مفهومه. فهذا هو تعريف قائم على تعريفنا للممكن، وتعريفنا للممكن قادم من النظر العقلي للأشياء في حالة فرض وجودها أو لا وجودها. وسبقا أن ذكرت بعض أمثلة، يعني مثلا المثلث يوجب العقل أن يكون كذا، فإذا ما إذا حللنا ما معنى يوجب العقل أن يكون كذا، يعني أن نقع بالتناقض إن لم نفترضه كذا. فهو مبني على تعريفات الممكن والمحال والواجب العقلي، وهي كلها مبنية على مبدأ استحالة التناقض. في قولك هل هذا استنباط أم استقراء؟ طبعا هو استنباط ومأخوذ أو منتزع من مفهوم الممكن. السبب هو تحليل المفهوم، يعني تحليل معنى قولنا ممكن. يعني بكلمة أخرى، إن افترضنا أن الممكن جاء بلا مرجح فقد وقعنا في تناقض باختصار. أما قولك إن السببية تؤدي للتسلسل والدور، فلو تتكرم بتوضيح كيف السببية اللي هي الترجيح هذا يؤدي إلى تسلسل الدور، لو تتكرم دكتوري تسجيلها عندك ملاحظة حتى تشرحها لي بشكل سريع، كيف تؤدي السببية لتسلسل الدور. أيضا قلت إن هذه كلية تجريدية بشكل سريع، كيف يكون هذا ردا على كلامي أو نقدا لكلامي أو تأييدا لكلامي؟ إذا كانت كلية تجريدية كيف يكون هذا نقدا لكلامي سواء بالسلب أو بالإيجاب؟ أيضا قلتم إن السببية هي فقط في نطاق الزمان والمكان، لا أعرف لماذا، لو تتكرمون بالبيان. ثم قلت آخر شيء لا يمكن استعمال السببية في هذه القضايا، أيضا لو تتكرم ببيان كيف ذلك، لأننا عندما نقول كلمة سببية نقصد بها الترجيح فقط الذي رجح جانب الوجود العدم، لأن افتراض يعني افتراض أن الممكن جاء دون ترجيح هذا يساوي مخالفة مفهوم الممكن، لأن مفهوم الممكن يمنع الوجود لأنه في عنده تساوي إلا بمرجح خارج عن مفهومه، المرجح لا يكون من مفهومه لأنه لو كان من مفهومه لأصبح واجب، وهذا تناقض. وأعطيك المايك وإن تبقى من وقتي وقت حتى تتفضل ببيان هذه المسألة. شكرا. دكتور طارق حضرتك لسه ليك دقيقتين و24 ثانية، حضرتك عايز تعطيهم للدكتور تخنين ولا حضرتك هتحتفظ بيهم؟ لا أعطيهم للدكتور إذا حب يعني يشرح، لأنه أنا عندي شوية أسئلة أنه كيف لعله سجلها. يعني دكتور تخنين الآن معاه 7 دقائق و24 ثانية، صحيح اللي أنا فاهمه؟ صحيح. شكرا جزيلا دكتور طارق. دكتور تخنين حضرتك الآن معك 7 دقائق و24 ثانية. شكرا يا عزيزي، بحاول قدر الإمكان يعني أن يكون في نطاق الوقت المحدد يعني إذا أمكن. يعني في الحقيقة بالأول أنه إذا كان هناك تعريفات فيمكن لأي شخص أن يقوم بطرح يعني تسمية أو مفهوم معين وبالتالي يعرفه. لذلك أنا لا أعول كثيرا على قضية التعريفات إنها ملزمة لأي طرف بقدر ما هي ملزمة للشخص الذي يقوم بهذا التعريف. لا أريد أن أضرب أمثلة لأن أعتقد أن هذا الموضوع مفهوم يعني حتى بدون الأمثلة. القضية الثانية أنه التركيز على قانون عدم التناقض هو شيء أساسي، وبالتالي لا يمكن جمع النقيضين ولا يمكن ارتفاعهما، ولذلك يعني احنا نستطيع القول بانه قانون عدم التناقض يعني يعتبر آلة جيد جدا لفحص كل ما يمكن طرحه
من مفاهيم أو من عبارات أو من ترابط منطقي أو ما شابه ذلك. لكن يعني كانت هناك إجابة بسيطة يعني بسريعة أنه الأدلة المطروحة هي قضية استنباطية. طيب ما هي المقدمة التي يمكن خلينا نقول العامة التي يمكن الاستنباط من هذا القول بأن تلك الأدلة هي عبارة عن تحصيل حاصل من المقدمة الكبيرة التي يمكن طرحها إذا كانت مقبولة أصلا؟ لذلك أنا باعتقادي أنه هنا في مخالفة، أي بمعنى أنه السببية هي قضية ناشئة من فهم الإنسان وتراكم المعرفة أنه عن طريق تجريبي، لأنه إحنا لا نريد الدخول في أعماق الفلسفة والقول بما تفضل في بعض الفلاسفة من وجود الشيء في ذاته أو المفاهيم الترانسندنتالية يعني معناها القبلية التي مغروسة تكون في الإنسان. هذا أصلا ليس يعني من مهمتنا الآن، ولا أصلا نقر به من وجهة نظر الفلسفة المادية. لذلك ما أريد أن أقوله أنا أنه إذا كانت الأمور تأتي من التجربة، فبالتالي التجربة لا يمكن أن تكون كلية، أي بمعنى أنه محصورة في هذا الزمن الذي عشناه كبشر يعني، وخلال الزمان والمكان الذي صرفناه في تفحص هذا العالم المحيط. ولذلك في نهاية المطاف يعني وضوح أنه السببية هي عبارة عن قضية استقرائية أمر من وجهة نظرنا لا جدال فيه. وإذا كانت القضية استقرائية فهو طبعا في هناك استقراء كامل واستقراء ناقص، لكن لا يمكن أن تكون استقراء كامل لأنه لا يمكن أن نكون رأينا كل الأسباب التي تؤدي إلى التغير، وبالتالي نطلق على كل الأشياء التي يمكن أن تحدث بأنها عن طريق مسبب، وخاصة عندما يكون هناك تركيز على القول بأنه خارجي. نحن نعرف أنه حتى من الطبيعة أن هناك شيء يمكن تعبير عنه بمثل شعبي اسمه ما يزيد عن حده ينقلب إلى ضده، وأحسن مثال على ذلك في العناصر المشعة. يعني هناك إشعاعات ألفا وميتا وجاما لا يوجد لها سبب خارجي، وإنما ناتج من تثاقل الذرات الكبيرة بالنسبة لوضعها التي لا تستطيع أن تستمر فيه فتشع حتى تخلص من هذا الثقل وتتحول إلى رصاص. طبعا ليس هذا هو المثال الوحيد، حتى موت النجوم وانطفائها وتحولها يمكن العزيز الدكتور محمد يعني أعرف منا كثيرا في هذا الأمور، هو عبارة عن علاقة تفاعلية بين التفاعل التركيبي في داخل النواة وبين العناصر الثقيلة التي تتجمع على قلب النجم، وبالتالي يحدث يعني العلاقة التفاعلية التي تضغط وتؤدي إلى الانفجار. لكن احنا لسنا في معرض يعني البحث في تفصيلات مختلفة. أهم ما أردت أن أقوله أنا أنه من وجهة نظر فلسفية السببية تعتبر مفهوم، أي بمعنى أنه قاعدة يعني للفهم موجودة في داخل دماغ الإنسان تعبر عن علاقة تفاعلية بين الكينونات الجزئية، ولكن لا يمكن خلينا نقول استخدامها في الكليات التجريدية الكبرى مثل كلية الوجود وكلية العدم أو كلية الزمان وكلية المكان وما شابه ذلك. لهذا أنا أعتقد أنه يعني لا يمكن استخدام السببية في دائرة الوجود، يعني هي يجب أن تقع في دائرة الزمان والمكان وتكون متصلة تماما به أو على يعني علاقة تام بالكينونات الجزئية. هذه هي النقطة الأساسية والجوهرية التي يمكن يكون فيها خلاف. لذلك موضوع المرجح الخارجي هو عبارة عن قضية ممكن طرحها، يعني بمعنى وجود علة حتى بالنسبة للانفجار العظيم، لكن يعني خلينا نقول توصيف هذه العلة بشكل يعني كما يحدث في المعتقدات الدينية هذا أمر شخصي، يعني لا يمكن القول بصحته من وجهة نظر موضوعي. وأختم في هذا الموضوع وأقول أن هناك فلاسفة درسوا مثل هذا الموضوع مثل كانت في نقد العقل المحض، عندما قال أنه لو كان هناك أدلة قطعية أو يقينية كما ادعى زميلنا الدكتور طارق على وجود الذات العليا الإلهية أو على أي معتقد قدمته البشرية أو يعني المجتمعات الإنسانية لأصبح الناس كلهم على ملة واحدة. ولكن الاختلاف الذي يعني يحصل الآن وحصل في السابق هو الأمور الترجيحية، ولذلك يعني هنا أستطيع القول أنك ترجح بنسبة معينة أعلى من 50%
لمفهوم تعريفي فقط اسمه واجب الوجود، هذا أمر شخصي ولكنه ليس أمر موضوعي يمكن الركون إليه بالنسبة للناس المختلفين، وخاصة يعني في هذا الموضوع الذي تتناول البشرية منذ فترة طويلة. ما أعرف إذا كان ظل الوقت ولا لا، يعني حتى لو رأي ما حضرتك دقيقة وعشرين ثانية. طيب ماشي الحال، شكرا على كل، يعني شكرا للدكتور طارق على يعني إعطائي بعض الوقت الزائد، لكن اللي بدي أقوله أنا أنه عملية التسلسل والدور بمعنى أنه يعني هو قال لو تبين لمعنى السببية كيف تؤدي للتسلسل والدور، يعني عمليا إذا كان في هناك تفكير حتى محض داخل الدماغ بأنه في يعني نأخذ إحنا أطراف التناقض، أطراف عفوا التضاد أقصى ما يمكن أن يكون، وهذه طريقة لفهم حتى كيفية فهم ما هو مطروح. لو أخذنا أقصى ما يمكن بالنسبة للناحية الوجودية هي حالة السينجولاريتي، هي كمفهوم يمكن للعقل أن يطرحه، هل يمكن أن يكون هناك سببية؟ بالتأكيد لا، لأنه لا توجد تنوع ولا توجد كثرة. السببية في نهاية المطاف هي عبارة عن التغير الذي يقوم به الراصد نتيجة وجود الكثرة والتنوع، ولذلك هي عبارة عن رقم على الراصد. شكرا، تفضل. شكرا دكتور. أما بالنسبة لقولك أن هذه تسميات والتعريفات ملزمة لصاحبها فقط، أنا قدمت مقدمة أن هذه ليست فقط تسميات بل هي انعكاسات معينة عن أشياء معينة. فأنا عندما أقول لك مثلث مربع ستقول لي غير ممكن، إن قلت أنه ممكن هذه مسألة أخرى نبحثها، ولكن ما معنى قولك غير ممكن أن هذه تسمية خاصة بك؟ لا نستطيع أن نقول أنها تسمية خاصة بك وتعريف خاص بك، بل نقول أنه غير ممكن لأنه أمر أدى إلى التناقض. هذا الأمر أسميناه مستحيل. المثلث يجب أن يكون بثلاثة أضلاع، هذا مفهومه. هذا الأمر أسميناه واجب، هو ليس تسمية خاصة بي، بدليل أنه لو افترضنا عكسه أو افترضنا وقوعه وقعنا في المحال. فأنا عندما أقول يجب أن يكون المثلث بأضلاع ثلاث، هذا ليس اصطلاح خاص بطارق السرحان، بل هو أمر إن خالفناه وقعنا بالتناقض، هو ليس يأتي بسبب قوة من عندي، بل هو معتمد على مبدأ استحالة التناقض. الآن ذلك الذي لا تناقض في وجوده ولا تناقض في عدمه أسميناه ممكن، وهذا أمر واقعي. الشاشة التي بيدك الآن لو أنها لم تكن موجودة لا تناقض، ولكنها موجودة الآن وأيضا لا تناقض، نسميها ممكنة الوجود. فهذا ليس تسمية خاصة أو اصطلاح خاص، لأنه لو كان اصطلاح خاص أنا ممكن أسمي الطاولة طائرة، تقول لي لا الطاولة ليست طائرة، تنفي كلامي بكل سهولة ولا مشكلة. إذا كانت تسمية خاصة فهو ليس تسمية خاصة، بل هو أمر يعتمد على نظرة العقل الكلية للأشياء الموجودة في العالم. أما قولكم أن السببية ناتجة عن تجربة، هذا أقول لا أسلم به، لأنني عندما أقول سببية هنا إنما أقول بها لأخرج من حالة التناقض القائمة. عندما نفترض أن ممكن جاء من غير سبب أو من غير مرجح، لأن ما معنى ممكن؟ لما نقول العالم ممكن هو ذلك الذي لا يجب أن يوجد ولا يجب أن يعد، مفهومه يمنع من يعني إن افترضنا، دعنا نفترض أنه جاء بالأسباب يعني بدون مرجح خارجي، إذن هو نفسه جاء لوحده من مفهومه، ولكن مفهومه يمنع لأنه فيه تساوي، لابد من كسر حالة التساوي. كسر حالة التساوي لا تتم إلا بشيء خارج المفهوم، لأن المفهوم نفسه يمنع. المفهوم تساوي، الوجود كسر لحالة التساوي، كسر حالة التساوي يجب وجود شيء خارج عن المفهوم. هذا الأمر بكل بساطة. فنحن عندما نقول بالسببية هنا ليست الموضوع، ليس موضوع تجربة ولا استقراء ولا غيره، بل هو كسر لحالة التناقض. وأنت قلت كانت يعني كانت عندما قال أن مثلا السببية لا يجب أن تستعمل، طبعا نحن نخالفه بهذا الأمر، وكانت نفسه بالمناسبة قال أن مبدأ التناقض هو المبدأ الذي يعني يجب أن يكون هو الأعلى، يعني هو قال بالكلمات يعني بالحرف، قال أستطيع أن أفكر أي شيء ما دمت لست متناقضا، يعني أقصد كل شيء ممكن إلا أن نقع بالتناقض. فنحن ندعي أننا هنا نقول أو نفترض أو نوجب وجود سبب خارج عن مفهوم ممكن حتى نخرج من حالة التناقض التي يرفضها كانت، وأعتقد أنك ترفضها بلا شك، وكل إنسان عاقل لا يقبل بحالة التناقض لأنه مفارقة مستحيلة غير ممكنة. فنحن عندما نقول هناك مرجح، هناك سبب، هناك محرك، هناك علة أولى،
هذا الأمر لكسر حالة التناقض، وإلا وقعنا في التناقض في مفهوم الممكن. تقول لي من أين مفهوم الممكن؟ قلت لك قبل قليل من أين أتينا بمفهوم الممكن. أما قولك مثلا، أنا سجلت هنا ملاحظات، توصيف العلة لا يمكن القبول به في السياق الديني. نحن هذا، شوف، هذه مرحلة البحث رقم 2، هذه الخطوة الثانية من البحث. نحن لا نقول إن هذا البرهان يدل أن الخالق هو كما عرضته الأديان، هذا بحث ثاني. المرحلة الأولى من البحث نقول هناك شيء ما، علة ما، محرك ما، سبب أول ما، صانع ما، خالق ما بتعبيرات الأديان، خارج عن مفهوم العالم، هو الذي أوجد العالم أو دفع العالم للوجود أو حرك العالم أول مرة أو أوجده بالتعبيرات المختلفة في المدارس الفلسفية المختلفة. فنحن نقول هذا الأمر لكسر حالة التناقض. ثم لاحقا قلت إن إذا قلت مثلا، أنت قلت إن السببية تعتمد على الاستقراء، ثم نلاحظك أحيانا تنفي أحيانا السببية، والنفي أنت تعلم أنه النفي اعتمادا على الاستقراء فيه تهور دكتور أيضا، فهذا الأمر لا يسعفكم حتى تقولونه. فأنا هذا هو الملخص على كلامكم، تفضلوا. شكرا دكتور طارق. دكتور تخنين تفضل مع حضرتك 5 دقائق. شكرا يا عزيزي. طيب أنا سجلت برضو بعض الملاحظات، ويمكن نخرج من دائرة على الأقل التعريفات التي تفضل بها الدكتور طارق، لكن يبقى أن هناك في خلاف، يعني أنه هناك قفزة نوعية بشكل مخفي بالنسبة لقضية الجوهر والمظهر أو المحتوى والشكل، وبالتالي الأشياء يعني لا تنفصل عن بعضها حسب مفهوم الديالكتيك عندنا، أي بمعنى أنه لا يوجد شيء جوهر بدون مظهر، ولا يوجد مظهر بدون جوهر، وبالتالي هناك علاقة ترابطية لا بد من أن تكون موجودة. الناحية الثانية نفهم حتى في العلوم الطبيعية، وقبل ذلك طبعا نتحدث عن السببية، أنه بالنسبة لهذا العالم هي قضية علم طبيعي، أي بمعنى إحنا لا يعني نستثني أو خلينا نقول نهمل السببية في الكينونات الجزئية أي بالعالم الطبيعي، ولكن نحن نتحدث في قضايا في تركيب وجودي، يعني تركيب فهم وجودي أو بني عقلي في داخل الدماغ لتصوير العالم الخارجي. ولذلك هنا نختلف في قضايا يمكن أن تكون موجودة في داخل الذهن كتعميم أو حتى منتهى أنواع التعميم، مثل يعني قضايا الكلي أو المطلق أو ما شابه ذلك، رغم أنها ليس لها وجود في العالم الحقيقي. ولذلك يجب أن نفصل يعني بين ما نريد أن نقوله، هل هو نريد التداخل بين العالم الحقيقي الفعلي الموضوعي وبين البنية الفكرية الموجودة في الدماغ. بالضرورة يجب أن يكون هناك دائما مصداق، يعني يجب البدء من الأشياء الجزئية أو الوحيد في الخاص في العام حتى نصل إلى الكليات التجريدية. لكن حتى شيء آخر مهم للغاية في العلوم الطبيعية، أنه إذا كان في هناك سببية أو علية يعني، فبالتالي العلاقة الموجودة بين العلة والمعلول يكون يجب أن يكون في شيء مشترك بينهم، ولا يمكن أن يكون هناك انفصال وانقطاع تام بينهما. فلذلك أنا يعني أريد أن أوضح أو أستوضح من الدكتور طارق أنه ما هي درجة الصلة الموجودة بين العلة الأولى وما طبيعتها. يعني أنا أعرف طبعا الطرح الديني، ولكن حتى تبين يعني نبحث بشكل أكثر يعني وضوحا، أنه هل المطروح الآن العلة الأولى كإله ديني أم كإله فلسفي، أي بمعنى يعني كما يطرحه الربوبيين بالتوصيفات المثالية في الفلسفة المثالية الموضوعية أو الذاتية، ما بتفرق يعني، لكن في الفلسفة المثالية الذاتية بمعنى في الأديان هناك طرح واضح وصريح ويعني معروف، سواء كان في هذا الدين أو ذاك. ويعني لا نريد أن نتطرق الآن بشكل مسبق إلى ماهيته، إلا إذا كان تفضل العزيز الدكتور طارق وأخبرنا يعني أنه ما هي طبيعة هذه العلة حتى نستطيع أن نناقشها، لأن هذا موضوع مهم. يعني هل هي الطبيعة؟ هل هي مادية عندما يكون هناك انفجار تكوين العالم؟ أم هي هناك شيء يعني وعي مطلق أو شيء من هذا القبيل؟
باختصار شديد أنا وحتى يعني ألخص الكلام اللي تحدثت فيه، سؤال الوجود أو المبحث الأنطولوجي عادة يطرح سؤال أساسي، وهو هل هناك أسبقية منطقية للوعي على المادة أم للمادة على الوعي؟ فإذا كانت العلة الأولى المطروحة كفرضية يعني حتى كبداية لبنيان فكري تصوري للوجود مبنية على أساس أنه هذا هناك وعي مطلق، فلذلك مباشرة يعني ومسبقا أقول للدكتور طارق الوعي هو عبارة عن صيرورة وليس كينونة، ولا يمكن أن تكون الصيرورة معلقة في الهواء، يجب أن يكون لها حامل والحامل هو المادة. لذلك من وجهة نظرنا نحن نعتبر أنه أسبقية المادة أقرب إلى الصحة ولا العقل التفكير المنطقي مما القول بأن هذه العلة طبيعتها يعني الوعي المطلق أو الذكاء الكلي، إذ كان الموضوع هو الإله الفلسفي وليس الإله الدين. على كل نرى يعني ما هو طرح الدكتور طارق، يعني هل هو الإله الفلسفي أم الإله الديني؟ وشكرا. شكرا حضرتك، معك 30 ثانية زادة دكتور طارق من الدكتور تخنين، تفضل. شكرا وشكرا على 30 ثانية زيادة. هناك يعني أنا أحاول أن أمسك بمحل النزاع الأول، يبدو لي أن محل النزاع الأول في كلمة تفضل فيها فضيلة الدكتور في قوله لا سببية في البنية الفكرية، يقصد داخل الرأس. أيضا قال جملة مهمة وهي قوله التداخل بين العالم والبنية الفكرية، يعني هنا عندنا عالم، اثنين عندنا البنية الفكرية. ويبدو لي ويقصد الدكتور ولعله يصحح لي إن لم أفهم أن ما سميه السببية هو يعني نوع من أنواع قوالب ذهنية في الرأس بحسب تعبيرات كانت، ليس بالضرورة يجب أن تنطبق على العالم الخارجي أو العالم الأشياء بذواتها. هنا أسأل هل هذا يشمل مبدأ استحالة التناقض مثلا، لأنني أنا أعتمد عليه الآن في دعواية استحالة التناقض، هذا المبدأ يتصور بالعقل أنا أدعي أنه منعكس عن الواقع، هو ينعكس، هو يدرك الواقع، يدرك هذا القدر من الواقع. فهل نستطيع أن نفصل ونقول إن استحالة التناقض هنا أمر ذهني قالب ذهني نتصور به الأشياء في الخارج، وليس بالضرورة أن تكون كل الأشياء في الخارج مثلا مندرجة أو خاضعة على هذا القالب الذهني؟ مرة أخرى، هل استحالة التناقض قالب ذهني خاص ببنيتنا الفكرية لا يخضع له الخارج خارج الذهن أم لا؟ هذا السؤال أعتقد أنه مربط الفرس هنا. أما قولكم ما طبيعة تلك العلة، هل هي الفلسفية، هل الإله هو الفلسفي أم الديني أم غيره، لا يخفى عليكم أن جمهور الفلاسفة وأصحاب الأديان يتفقون أن هناك خالق ما باختلاف التسميات. نحن نسميه الله، نسميه الخالق الصانع، يسموه في الهند براهما، يسموه في يعني بغض النظر التسميات، ولكن يقصدون الأول الذي خلق كل شيء، خالق كل شيء. النزاع يحصل لاحقا كما تعلم الصفات، هل له صفات ولا لا صفات له، هل هو مركب ولا لا مركب، هل هو مثلا مثلنا أو لا مثلنا، هل نشترك بيننا وبينه شيء. أما قولكم هل هو علة ومعلول وما طبيعة العلاقة بينهما، لا، نحن لا نقول إن هذا السبب الأول علة، لأن العلة نسبة كما تعلم، النسبة عرض، والخالق الأول دلل الدليل العقلي أنه لا جوهر ولا عرض. أما قولك ما طبيعته، فنحن نقصد في المنطق بالطبيعة الصفات الذاتية، وهو لا صفات ذاتية له بهذا المعنى، لأنه لا يندرج تحت جنس ولا يندرج تحت نوع، فنقول لا طبيعة له بهذا المعنى. وأنا أتمنى يعني من فضيلة الدكتور أن يفصل لي في مسألة التداخل بين العالم والبنية الفكرية، وأن هذا يشمل مبدأ استحالة التناقض أم لا، لأنه يعني أعتقد من هنا يجب أن نبدأ. تفضل حضرتك، بتتبرع بدقيقتين و 40 ثانية للدكتور تخنين. نعم أنا قلت لكم خلوه حوار مباشر، يعني نتعلم من علمه وأدبه. تفضل دكتور تخنين، مع حضرتك زيادة عن وقتك الخمس دقائق، دقيقتين وأربعين ثانية. شكرا يا عزيزي، شكرا دكتور طارق. يعني أنا بحاول استغل الوقت مرة ثانية، وللتوضيح يبدو أنه في هناك سوء فهم، لأنه أنا أشرت أن المفاهيم الترانسندنتالية أو القبلية نحن لا نعتقد أصلا بصحة هذا الطرح، وبالتالي يعني هنا نقطة وآخر السطر، أنه رغم أنه طرحها فيلسوف عظيم يعني، لكن نحن نقول بأنه لا توجد يعني خلينا نقول بنية مرجعية مبرمجة في الإنسان قبل أن يكون في عنده وعي.
هذا نقطة. النقطة الثانية أنه التداخل بين البنية العقلية والعالم الخارجي بالتأكيد هناك تداخل. يعني إحنا الآن في فرق بين مثلا خلينا نقول مفهوم الله، هل يمكن أن يكون ضمن البنية العقلية للإنسان؟ بالتأكيد ما حدا ينكر ذلك يعني كمفهوم، لكن هل الله موجود بشكل موضوعي متحقق في العالم الخارجي؟ يعني ما بدي أقول أنا مجسم، لكن يعني قريب من ذلك، لا بالتأكيد. فإذا معناها الحكي فيه هناك انقطاع وفرق بين الدفع بالمفاهيم إلى أقصى ما يمكن من في دائرة الوعي، وبين أن يكون متحقق، لأنه لا تتحقق إلا الأشياء النسبية. ولذلك حتى كانت كلمة يعني عارضة كانت بالنسبة أنه هل الإله مركب أم لا، يعني لذلك خطر ببالي برضو هذا السؤال، وكنت سألته لا أحد الشيعة، يعني هل الإله مركب أم بسيط، هل هو مطلق أم نسبي؟ ممكن يكون بالنسبة للإنسان المتدين أنه لا يريد الإجابة، لأنه عنده يعني طريقة معينة في القول وهذه خاصة فيه، لكن هي مشروعة بالنسبة للإنسان الآخر أن يسأل أي سؤال ما دام على الأقل هذا السؤال خلينا نقول لا يحتوي على التناقض. هناك أسئلة تكون فيها تناقض وبالتالي لا يمكن قبولها، لكن إذا كان السؤال يعني مباشر من هذا النوع فهناك فكرة وراء ذلك، أي بمعنى أنه يمكن الخلاصة في هذا الأمر إلى أنه يعني مفهوم الإله الديني حتى يعني أشار كما أشار الدكتور طارق يعني أكثر يعني تخصصا من الإله المثالي، بمعنى أنه الإله الديني هو في نهاية المطاف في دائرة الإدراك أصبح، لأنك تقدمه وإن قال البعض بأنه يعني لا يوجد توصيف له، لكن هناك كل الأديان تقدم توصيف. وخذ أي مثال، يعني لا نريد الدخول الآن في توصيفات معروفة للجميع، بمعنى لذلك أنا بقول أن الأشياء الموصوفة يعني التي معروف مظهرها يعني كجوهر له مظهر هي في دائرة الإدراك، ودائرة الإدراك يعني في دائرة الحكم، ودائرة الحكم يعني معنى الحكي خارج نطاق الوعي، أي بمعنى منك مش ناحية طرفية، لأنه إذا حاولنا ندفع بالأمور بين يعني حدود التضاد إلى النهايات العظمى تكون دائرة الوعي إحداها، وهنا في دائرة الوعي لا تستطيع أن تقدم أي وصف لهذا الجوهر الذي تعتبر فقط وجوده، لكن إذا أنت بدأت بتوصيفه فأنت أدخلت في دائرة الإدراك، أي بمعنى أنزلته من النهاية القصوى اللي هي الوعي إلى دائرة التضاد، أي بمعنى الحكم المقارن، وبالتالي هنا أنا أعتقد أنه يفقد ألوهيته. لذلك يعني الإله الأديان المذكور من هذه الناحية يمكن للسؤال الدكتور طارق يعني السؤال يكون موجه، هل هو في دائرة الإدراك أم في دائرة الوعي؟ إن كان في دائرة الوعي فهو فكرة لا يمكن أن يتحقق في العالم الخارجي ولا يمكن توصيفه، إن كان في دائرة الإدراك فيمكن توصيفه، يمكن القول بأنه له وجود في العالم الخارجي ولكن يفقد ألوهيته. هذه قضية مباشرة ومهمة للغاية بالنسبة لما يطرح كمحاولة للتدليل على وجود ذات عليا إلهية. مرة ثانية أنا أذكر الدكتور طارق برضو أنه أنا سألته هل الأدلة التي يطرحها هي يعني هي استنباطية أم استقرائية؟ أنا قلت أنها استقرائية، فهل يستطيع أن يثبت لنا بأنها استنباطية؟ يعني ما هي المقدمة الكبرى التي ينطلق منها للقول بأنه في عندي درجة يقينية للقول بالأدلة المطروحة لإثبات وجود الذات العليا الإلهي؟ وشكرا. شكرا دكتور، يبدو أنكم لم تجيبوا عن سؤالي، وهو هل مبدأ استحالة التناقض ذهني قالب ذهني وخاص ببنيتنا الفكرية، أم أنه يعبر عن وجود خارجي؟ فأؤجله لكم لعلكم بعد قليل يعني نسيتم أو شيء. أما بالنسبة لقولكم الإله المثالي، لم أفهم ما معنى إله مثالي، لو تتكرم ببيانه. وما قولك هل 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 كلامي استنباطي أم استقرائي، وأين المقدمة الكبرى هنا؟ أنا قلت هو استنباطي ولا توجد مقدمة كبرى، لأننا نعتمد على تحليل المفهوم هنا، فنحن لم نأتي بجديد، هو تحصيل حاصل مع مفهوم أو مكتسب من مفهوم معنى الممكن عندما ننظر للعالم. مرة أخرى، نظرنا للعالم مفهومه ممكن، عند التفكير في مفهوم الممكن
يجبرنا العقل أو يجب علينا أن نعتقد أو نقول إن هناك سبب خارج عن المفهوم. إن لم نقل إن هناك سببا أو مرجحا، ما في مشكلة بالتسمية، خارج عن مفهوم الممكن، سنقع في تناقض، بمعنى نناقض مفهوم الممكن. ما المشكلة في مناقضة مفهوم الممكن؟ لأن الممكن هي أشياء لا مشكلة في وجودها ولا مشكلة في عدمها. هل هذه تسمية خاصة بنا؟ لا، لأنها معتمدة على أشياء نشاهدها. لأنها لو كانت تسمية خاصة بنا فمخالفتها ممكن، ولكن مخالفتها يساوي تناقض، إذن هي ليست تسمية خاصة بنا. فأنا يعني حتى أنطلق مرة أخرى، هي مثل مسألة تحليل مفهوم المثلث. مفهوم المثلث شكل بثلاثة أضلاع مثلا، هكذا مفهومه، إذن لا يمكن أن يكون لا بثلاثة أضلاع فقط. هذه لا يوجد مقدمة كبرى، هو عبارة عن تحليل المفهوم. إذا كان الإنسان مفهومه حي عاقل، إذن لا يمكن أن يكون لا حي لا عاقل بطبيعته، تحليل المفهوم هكذا معناه. إذا كانت النقطة، أنا فقط أضرب أمثلة، إذا كانت النقطة تعني نهاية خط، إذا كانت تعني هكذا فلا يمكن أن تكون لا نهاية خط، هو تحليل المفهوم فقط. إذا كان العالم ممكنا، ومعنى ممكن ما تساوت احتمالات وجوده وعدمه، فإن مفهومه يمنع من وجوده. إذا لابد من شيء خارج مفهومه لكي يوجد، ونحن نعلم أن العالم موجود. اسمح لي دكتوري أن أكرر السؤال حتى يعني نفصل في مسألة التداخل بين العالم والبنية الفكرية. هل هذا يشمل استحالة التناقض؟ أنا لا أتكلم عن قوالب كانت الآن، أنا أفهم ما تقوله، إن هناك قوالب هي خاصة بالذهن، عبارة عن عملية ترتيب للمدخلات الحسية كما قال حكيم إيمانويل كانت. ولكني أنا أسأل الآن عن استحالة التناقض، وهو مبدأ كلي مطلق عند كانت كما تعلم. هل هذا المبدأ خاص ببنيتنا الفكرية أم أنه يمتد إلى العالم؟ لأنني أزعم وأدعي أنني أعتمد عليه. أعطيكم المايك سيدي. نقطة نظام فقط، أرجو من الأخوة المحاورين ينتظرون منا حتى نستطيع تجديد الوقت، ونعطيكم بأن لك زيادة أو عليك نقصان في الوقت. أرجو على هذا الموضوع أن تنتبهوا. الوقت لك أخي ميم. يبدو أن أنا عندي مشكلة. أستاذ ميم، في مشكلة عنده. أستاذ دكتور تخنين، معك الوقت 5 دقائق إذا تكرمت. تفضل. شكرا دكتور محمد، تحياتي لكم مجددا. وفي الحقيقة سجلت أنا يعني بالنسبة للسؤال اللي طرحه العزيز دكتور طارق، هل التناقض خارجي أم ذهني؟ حفظنا عندي كويس في الابليكيشن، أنا آسف. آخر شيء يا جماعة بالنسبة للوقت، أنا كنت سامعكم بس مش عارف أفتح المايك من عندي. آخر شيء دلوقتي في مع الدكتور تخنين 10 دقائق كاملة بسبب تبادل الوقت ذهابا وإيابا، فأنا أعتقد أن احنا نرجع بعد إذن الدكتور طارق والدكتور تخنين والدكتور شمري، لأن أصبح عندنا الآن في رصيد الدكتور تخنين 10 دقائق. فأنا أقترح أن احنا نعود للستاب بتاع ال5 دقائق مرة تانية. رأي حضراتكم يا دكاترة؟ هذا ما فعلته، وأعطيته 5 دقائق للدكتور تخنين، طبعا له الحق في احتفاظ ما تبقى من الوقت، لكن هو أظن أن من العدل أن نعود، لأن الدكتور طارق قد أعطاه مرتين بما يعادل 6 دقائق، وإن كانت من كرمه ووقته، فالعودة للدكتور تخنين هو الذي يقرر أن يريد 10 دقائق أو يستخدمها ك5 دقائق. دكتور تخنين، رأي حضرتك؟ شكرا يا عزيزي، أنا أحاول قدر الإمكان يعني أنهي الفكرة الموجودة عندي، سواء كانت قبل أو في حدود 10 يعني كاملة، فبالتالي يعني ليس مهم جدا أن تكون مثلا 8 أو 9 أو فقط 5 أو ما شابه ذلك. طيب تفضل دكتور تخنين. شكرا يا عزيزي. مرة ثانية أنا سجلت ما تفضل فيه الدكتور طارق، بمعنى أنه هل التناقض خارجي أم ذهني؟ قانون عدم التناقض قانون منطقي يا عزيزي، هو يعتبر من القوانين الأساسية، وأنت أدرى الناس في ذلك، وهذا يمكن تخصصك.
أي بمعنى قانون عدم التناقض، قانون الهوية، قانون الجزاء صار من كل، رغم أنه عندنا أيضا إحنا أشياء أخرى في المادية الديالكتيكية مثل قانون النفي النفي وقانون الجزاء صار من كل وقانون وحدة وصراع الأضداد بطريقة تختلف عن الناحية الكلاسيكية وإن كانت بشكل بسيط يعني. لكن إحنا لسنا يعني محور حديثنا حول استخدام هذه القوانين لأنها مسلمة أو يعني مقبولة من جميع الأطراف ولا يوجد أحد يعترض عليها. لذلك إذا كنا نقول إنه في العالم الخارجي أو في العالم الداخلي هي موجودة في كل مكان، لكن إحنا بالأساس الآن نحاكم أفكار ونحاكم بنية عقلية ونحاكمها بقانون عدم التناقض. لأن في العالم الخارجي يعني العالم الموضوعي هناك في نظرية للمعرفة بسيطة أنا لا أريد أتشعب فيها، ولكن على الأقل المبحث الإبستيمولوجي يقول بأن الشيء ينعكس من الخارج إلى الذهن ثم تكون له صورة ثم نقوم بالتجربة لتثبيت أو للحكم بأن هذه الصورة نعم لها وجود موضوعي مستقل عن الذات المفكرة. بينما القضايا المنطقية أو قضايا البنية العقلية الموجودة في الدماغ يمكن أن تكون ناتجة عن عقل المنفعل أو الفعال، أي بمعنى تركيبات ليس لها وجود في العالم الخارجي. فإذا حاولنا ننطلق فيها فقط من داخل العقل ويعني نجبر العالم الخارجي على يعني قبولها فهنا نقع في خطأ، لأنه لا يوجد تدليل على ذلك، يعني هناك في إجحاف في هذا الأمر. لذلك بشكل مختصر شديد مرة ثانية، قانون عدم التناقض قانون لا يمكن يعني خلينا نقول نفيه أو التهرب منه سواء كان في العالم الخارجي أو في البنية العقلية لنا، لكن أهم من ذلك أنه مناقشته تماما يعني في القوانين يعني في البناء المنطقي الذي يتم تشكيله في داخل عقل الإنسان. القضية الثانية، ما هو الإله المثالي؟ الإله المثالي هو الذي لا تطرق إلى يعني ذات لها صفات كما هو في الأديان، لأنه عندنا التقسيم كالتالي، أنه في هناك الفلسفة المثالية تقسم إلى قسمين، المثالية الذاتية والمثالية الموضوعية. المثالية الموضوعية تقول بالإله المثالي، أي بمعنى الكلي المطلق كفكرة طبعا وليس كواقع، لأن الواقع لا يمكن أن يكون مطلق ولا يمكن أن يكون كلي. ولذلك يعني هذه أسئلة للناس المثاليين الموضوعيين، هل هو يعني مركب أم بسيط أو نسبي كلي أم جزئي وما شابه ذلك، يعني موجه لهم فقط. لكن الأدهى من ذلك إن في الفلسفة المثالية الذاتية يعني وكان يخرج حتى من التعميم، وبالتالي يعني خلينا نقول تنزيله من دائرة الوعي إلى دائرة الإدراك بإعطاء الصفات، هنا نعتبر أنه يعني يحدث خلينا نقول إجحاف بالفكرة، لأنه عندما تكون فكرة مطلقة يعني نهاية خلينا نقول الدفع فيها لنهاية حد التضاد يمكن أن تكون مقبولة عقليا. ولذلك أنا أقول الله هو عبارة عن فكرة في الرأس، لكنك تتحقق بشكل موضوعي في العالم الخارجي يعني كذات لها صفات وما أعرف خارج الزمان ولا المكان، هي داخل الوجود ولا خارج الوجود، لأن أسئلة من هذا النوع أيضا يمكن طرحها. بالتالي هنا تصبح المشكلة يعني عويصة بالنسبة للإجابة، وأنا أعرف تماما أن المتدين لا يريد الإجابة على هذه الأسئلة ولكنها مشروعة بالنسبة لنا. فهذا يعني ما وجدت أن أقوله. أما القول بأنه يعني هناك الممكنات يعني الناتجة من التعريف، فأي شخص ممكن أن يعرف أي شيء، يعني أنا أطرح يعني شيء غريب بكلمة غير معروفة وأبدأ توصيفها من عندي، هذا لا يعطيني الحق أبدا للقول بالآخر بأنها سوف تكون ملزم إذا لم أقدم الدليل على صحة ما أقول. ولذلك يعني التعريفات لا تعطي خلينا نقول إلزامية للضد أو للمخالف في القضايا في القضية المطروحة. ما أعرف إذا كان في أسئلة ثانية ولا لا، لكن يعني بشكل عام كان بودي إنه يعني القضية مش تتطرق فقط للعلة الأولى، ولكن ما هو جوهر هذه العلة؟ كيف يمكن للفكر الديني أن يقدمها للإنسان ينقل صورة للأسكيمو واحد ما بعرف شيء وقال في عندي إله ده تقدم له هذا الإله، كيف يمكن ذلك؟ هل يمكن تقديمه بدون أي تناقض يعني حسب قاعدة عدم التناقض، أم أنه
يشوب ذلك كثير من التناقض، خاصة إذا كان هو مطلق وهو كلي وهو يعني معروف بصفاته الكلية والمطلقة وليست الجزئية التي لا تحتمل التضاد. يعني مثلا العلم لا يحتمل الجهل، العدل لا يحتمل الظلم، وهكذا. فأرجو من الدكتور طارق أنه يعني نصل إلى هذا الموضوع، لأنه له أهمية كبرى أكثر من البحث في تعريفات يعني وتقديمات فلسفية أعتقد أنه ممكن يكون فيها خلاف، والمستمع هو الذي يقرر. وشكرا. دكتور طارق، دكتور تخنين انتهى ومن الوقت اللي كان موجود معه باقي 4 دقائق و10 ثواني، يمكن إضافة 5 دقائق الخاصة بحضرتك إليهم ليصبح مع حضرتك 9 دقائق و10 ثواني. اتفضل دكتور طارق. شكرا سيدي. ملاحظة هي الأخيرة من الساعة، الله يسلمك. كيف دكتور؟ عفوا دكتور تخنين اللي هيختم دكتور محمد في النهاية. نعم. لأن نعم. الطارق اللي بدأ. نعم. من أجل الدكتور طارق يعرف أنه هذه الـ4 دقائق و10 ثواني المضافة إلى 5 دقائق يعني 9 دقائق و10 ثواني هي الأخيرة في مداخلتك. تمام، مفهوم. تفضل دكتور. تمام، شكرا. وأتمنى لو يكون في مناسبات قادمة إذا يشرفنا الدكتور أن يكون حوار مباشر، يعني نحن ما زلنا نتعلم من أدبه وعلمه. فأنا أعتقد الحوار المباشر البسيط حول الأفكار فكرة أفضل. بالنسبة لقول الدكتور أن هذا مجرد أفكار وتعريفات ويمكن أن أعرف أي شيء، لا أمر ملزما، والتعريفات لا تعطي إلزامية، هذا التعريف في رأسك أنت تجبر العالم الخارجي. مرة أخرى أنا لا أجبر العالم الخارجي، بدليل أنني سأفترض قولك ثم أنظر ما النتيجة. دعونا نفترض أن هذه والله تعريفات من رأسي، أريد أن أفرضها نوعا ما على العالم الخارجي، وقالوا نطبق مثال معين. عفوا. إذا قلنا أن المثلث يجب أن يكون بأضلاع 3، وهذا تعريف خاص بطارق السرحان في رأسه. إذا تعريف خاص برأسه، لنفرض أن تعريفي خطأ، إذن يجب أن يكون ممكنا في العالم الخارجي وجود مثلث بثلاث بغير أضلاع 3. هذا غير ممكن، لأننا اتفقنا أنا وفضيلة الدكتور أن التناقض هذا مبدأ عام موجود بالخارج وليس مجرد قالب ذهني. نحن نقصد بالواجب الشيء الذي يجب أن يكون هكذا، وإلا وقعنا في تناقض. أنا لا أنطلق من أفكار، أنا أنطلق من شيء موجود وهو العالم. أنا نظرت في العالم والذي هو شيء موجود. أنا لم أجلس وأفكر في فكرة مثل ديكارتم وقلت هذه الفكرة يجب أن تكون هكذا ويجب أن تكون، لا، أنا انطلقت من العالم، ثم لما تأملت مفهوم هذا العالم تبين لي أنه ممكن، لأنني لم أجد تناقضا أو لا تناقض في عدم هذا العالم الذي هو موجود وليس فكرة، ولا تناقض في يعني لا يجب أن يكون معدوم ولا يجب أن يكون موجود، العالم هو وليس فكرة فقط في ذهني. بالمناسبة حتى لو افترضت فكرة معينة يجب الفكرة أن لا تتناقض سواء وجدت أو لا، هذا أمر متفقين عليه، ولكن أنا انطلقت من العالم فقلت إن هذا العالم الذي أنا فيه هو مجرد درب التبانة والنجوم والنيازك إلى آخره، لا مشكلة، لا يجب أن يوجد ولا يجب أن يعدم، إذن ممكن. انتهينا من مفهوم ممكن، حللناه فاستنتجنا لابد من وجود شيء خارج عن مفهومه. في المرحلة الأولى من البحث لا أبحث ما طبيعة ذلك الشيء، أقول هناك شيء ما أو شيء ما أو أمر ما أوجد هذا العالم، رجح جانب الوجود على العدم، وإلا وقعنا في تناقض. ما التناقض؟ العالم غير ممكن أصبح لأنه خالفنا المفهوم. طيب ما المشكلة إن كان العالم غير ممكن؟ معناها إما أن يكون مستحيل أو أن يكون واجبا. طيب ما المشكلة أن يكون واجب وما المشكلة أن يكون مستحيل؟ إذا قلنا إنه واجب معناها يوجد تناقض إن افترضنا أن العالم غير موجود، ولكن هذا غير ممكن لأنه لا تناقض إن افترضنا العالم غير موجود. لا تناقض إن افترضنا الشمس غير موجودة، مجرد درب التبانة غير موجود، الكون كله هو الزمان والمكان غير موجود، لا تناقض، إذن ليس واجبا. وإذا قلنا إنه مستحيل إذن لا يجب أن يوجد أصلا، ولكننا موجودون ونحن في هذا العالم وهو جزء أو نحن جزء منه. نحن ننطلق من العالم، من مفهوم العالم الممكن، ثم حللنا المفهوم واكتشفنا وجود أنه لا بد من وجود شيء غيره أو خارج مفهومه أوجبه، وإلا وقعنا في تناقض. أما مثلا قوله يجب أن نتحقق التحقق الموضوعي لفكرة الإله، مرة أخرى نحن انطلقنا من تحليل مفهوم العالم الموجود فاكتشفنا وجود شيء آخر. مرة أخرى أنا لا أفكر بإله في البداية، النقطة الأولى أنظر في العالم الموجود ومنه أنطلق في البناء، واكتشفت أن هناك شيء آخر أسميناه إله، أسميناه سبب إلى آخره.
التعريفات لا تعطي إلزامية. طبعا هذه مثلا التعريفات تعطي إلزامية. لو أنا قلت هناك وحش وراء الجبل وهذا الوحش طبيعته حي، سواء كان الوحش مثلا موجود أو لا، كلمة هذه الفكرة يجب أن لا تتناقض، لأنني إذا قلت هذه الفكرة التي في رأسي الوحش وراء الجبل حي بطبيعتها لا حي بطبيعتها، أنا تناقضت. ماشي، تناقضنا بفكرة، أوكي معلوم، ولكن التعريفات لا تناقض نفسها، حتى لو لم تكن تعريفا عن شيء موجود في الخارج بحسب تعبير بعض المتكلمين والفلاسفة، ولكنني أنا أنطلق من العالم الموجود ولا أنطلق من فكرة فقط، ثم حللت مفهوم العالم ووصلت إلى تلك النتيجة. طبعا كيف يمكن أشرح أو أقدم هذا الإله لرجل إسكيمو أو أي إنسان؟ أقول له بكل بساطة هناك شيء خلق هذا العالم، هناك شيء أوجد هذا العالم، هناك سبب أول لهذا العالم، فقط يكفي هذا الأمر. طبعا كيف نصف الإله؟ طبعا في هذه المرحلة الأولى من الاستدلال نحن لا نصف الإله، لأنه كما تعلم هناك فرق بين وجود الشيء وصفات الشيء، مبحثان مختلفان. يمكن أن نقول هناك شيء لا نعرف عنه أي شيء، لا تناقض في هذه الجملة. يعني إذا قلت شيء لا أعرف عنه أي شيء إلا أنه موجود، هناك شيء ما، هناك أمر ما، هذه لا تناقض فيها، هذا أمر ممكن. الآن إذا قلت ما طبيعة ذلك الشيء، ما صفاته، كيف يعمل، كيف شكله، كيف صورته، أين هو، هل هو في مكان، هل هو في زمان، هذا مبحث تالي، ولذلك أنا ما زلت أركز في المبحث الأول. ما جوهر تلك العلة؟ لا أعلم معنى كلمة جوهر تلك العلة، أنا أعلم أن الجوهر هو حامل للصفات. إذا عندك أي معنى آخر تخبرني به، جوهر الجسم هو حامل تلك الصفات. أنا هذا ما كنت أريده اليوم. وحتى ألخص كلامي، نحن ننطلق من النظر في هذا العالم، لما نظرنا في طبيعة العالم وجدنا أنه ممكن، لما فكرنا ما معنى ممكن تبين لنا أنه الأمر الذي لا يجب أن يوجد ولا يجب أن يعدم. إذا معنى هذا الكلام يجب وجود شيء خارج عن مفهومه، خارج عن مفهومه، لأنك إذا قلت جاء بلا سبب مثلا أو موجود بلا سبب، أنت قلت يعني أنه يعني من مفهومه، أو بلا سبب وجد هكذا. حتى لو وجد بلا سبب هناك شيء يمنع مفهومه نفسه، يمنع أن يوجد دون مرجح خارجي. فلهذا السبب نحن ندعي أن هناك شيئا ما وراء هذا العالم هو الذي أوجده. ما طبيعة ذلك الشيء، كيف هو، هذا مبحث رقم 2 يأتي لاحقا، ولكن في هذه المرحلة من البحث نحن نصفه بصفات سلبية فقط، فنقول شيء ما، أمر ما لا نعلم عنه في المرحلة الأولى. لما يثبت وجوده ننتقل إلى النقطة الثانية وهي ما طبيعته. ممكن نعرف، ممكن لا نعرف، قد لا نصف. بعض الفلاسفة قالوا نعم هناك محرك أول للعالم، هناك خالق الأول للعالم، ولكن لا نعلم عنه أي شيء، زيرو معلوماتنا عنه إلا أنه موجود، ولكن العقل يخبرنا قطعا أنه موجود. هذا قد يصل بعض الناس إلى هذه النتيجة. فلهذا السبب نركز في البحث الأول وهو وجوده. مرة أخرى، استحالة التناقض ليس قالب ذهني، اتفق معي الدكتور. حتى لو وجدت أشياء خاصة بالبنية الفكرية فينا فهي ليست التي نستعملها في هذا الدليل. هذا ملخص كلامي، وأشكركم جميعا، وأشكر الدكتور، وأتمنى أن تكون يعني مناسبات قادمة، وأتمنى أن يكون حوار مباشر بشكل مباشر أفضل. شكرا. شكرا جزيلا دكتور طارق. دكتور تخنين، حضرتك معك 5 دقائق لخاتمة، تفضل دكتور تخنين. شكرا عزيزي. بحاول برضو ألخص الموضوع بشكل أو بآخر. أنا أعتقد بأن القضية ليست عن العالم، يعني العالم هو مثل الشقة في أي مدينة، يعني كان في مواد وإسمنت وكذا، وبالتالي نحن لا نستطيع القول بأن العالم هو نهاية المطاف. في بنيتنا الفكرية هناك كلية تجريدية، وأعتقد أن أعلى مفهوم يمكن الوصول إليه هو الوجود، ولذلك يعني يحدث وكأنه كان في هناك تداخل أو خلط بين البنية العقلية للتفكير الإنساني، بمعنى يعني فهم الكليات التجريدية مثل كلية الزمان وكلية المكان وكلية الوجود، وبين الحديث عن قضية يعني جزئية أو كينونة جزئية، هي مثل الشقة أو مثل الطريق أو مثل الباص أو مثل أي شيء يعني جزئي موجود، نستطيع على الأقل القول بأنه لم يكن أزلي وبالتالي كانت له بداية أو ما شابه ذلك وله أسبابه. نحن لا نختلف أبدا، يعني وخاصة يمكن الدكتور محمد هو أقدر على يمكن طرح الموضوع، وإن كان في هناك يعني عدم وضوح بالنسبة ل يعني أسبقية المنطقية للانفجار العظيم. يعني ما هي الأسبقية المنطقية؟ يعني بمعنى للعالم.
لذلك أنا استغربت يعني، بمعنى أنه كل الحديث يدور على العالم في الوقت اللي أنا حاولت أن أشير بأنه عنا هي بنية فكرية للمفاهيم الكلية. يعني عندما نقول مثلا النبات، النبات هو عبارة عن نوع تعميمي، يعني لا نقصد لا البطاطا ولا البندورة ولا الخيار ولا غيره ولا التفاح ولا الفواكه، وإن كانت مثل هذه الأشياء هي مصداق لمفهوم النبات. يعني عندما نقول الزمان أيضا نقول بأنه الزمان على الكرة الأرضية وعلى المريخ أو في أي في مكان هو مصداق لفكرة أو كلية الزمان، كذلك المكان. ولذلك القضية اللي كانت مطروحة كانت لها علاقة بالكليات التجريدية، أي بمعنى أعلى ما يمكن الوصول إليه. ومن هنا كنت يعني أنا أبودي طبعا يكون في بحث على مش قضية الماهية بالتوصيف لأنها معروفة يعني في كل الأديان، ولكن في نهاية المطاف هناك أسئلة فلسفية كبرى، أنه هل يمكن أن يكون العلة الأولى المطروحة خارج الوجود أم داخل الوجود؟ أنا لا أعتقد أنه هناك يستطيع أن يقول أنه لا هناك شيء خارج الوجود، لأنه ممكن يكون معناها اسم الوجود. وبالتالي في نهاية المطاف أنا أشرت حتى في بداية حديثي بأنه يمكن أن تكون الأسباب داخلية أو خارجية عندما نستخدم السببية، كما هو في قضية العناصر المشعة وإشعاعات الفو بيتا وجاما التي تؤدي في نهاية المطاف إلى تحول العنصر إلى الرصاص. لكن كل ذلك كان عبارة عن أمثلة، ولهذا أنا ما بهمني القول بأنه يعني تحتاج إلى إثبات بمعنى العلة الأولى، لأنه حتى هي ممكن تكون فرضية لكن طبيعتها المهم. ولذلك السؤال الوجودي باختصار شديد للغاية عند كل الفلاسفة وكل أهل المنطق كان وين مكانه، هل هناك أسبقية منطقية للوعي على المادة أم للمادة على الوعي؟ إن كنت تقول بأنه هناك في إله أو هناك في أسبقية منطقية هي الذكاء المطلق أو الوعي المطلق، بالتالي يجب البحث في هذا التصور الذي هو مطروح، رغم أنه أنا حتى مسبقا قلت بأنه يجب نقد مثل هذا التصور، لأنه الوعي عبارة عن صيرورة، والصيرورة يجب أن تكون محمولة على كينونة، وبالتالي لا يمكن لها أن تكون لها الأولوية. ناهيك عن أنه مفاهيم مثل الكلي والمطلق هي أشياء في الذهن، ولذلك إحنا كنا نبحث في البنية الفكرية في داخل الذهن، ولم نكن نعتقد بأنه مثل هذه المفاهيم يمكن أن تكون متحققة. أقرب مثال على ذلك يمكن يكون للتوضيح للمستمعين، أنه إذا كان عندك مفهوم مثل المال نهائي في الرياضيات، إذا حاولت أنه يتحقق ويصبح عدد معين ببطل يصير ما لا نهاية. ولذلك دفع المفاهيم باتجاه الناحية النهائية في دائرة الوعي وثم إرجاع المفهوم إلى دائرة الإدراك وانتقاص من هذا المفهوم. لذلك التناقض واضح، بمعنى أنه إذا كان الإله أو الذات العليا الإلهية هي فكرة عند من يؤمن بها فهو له الحق في ذلك وهي صحيحة ويمكن أن نناقشها بالقوانين المنطقية، لكن إن كانت عبارة عن شيء متحقق بشكل موضوعي وحقيقي وفعلي هنا يبطل يعني مفهوم الإله ويصبح كينوني جزئي، وبالتالي يدور عليها ما يدور على الكينونات الجزئية الأخرى. شكرا لاستماعكم ولصبركم، وأتمنى أن أكون يعني قد أوضحت فكرتي بالنسبة لهذا يعني لهذا الموضوع، وأمل أن يكون في لقاءات أخرى يعني حسب الوقت اللي يمكن أن يكون موجود عند الزملاء. ومرة ثانية لكم جزيل الشكر والمايك فري. شكرا جزيلا دكتور تخين. 5 دقائق بالضبط أعلن انتهاء المناظرة الآن. بالنسبة للدكتور طارق دكتور تخين، إن كانت السادة الحضور من فضلكم ممنوع تماما أي تعليق حسب ما الاتفاق. دكتور طارق دكتور تخنين، سنظل نحاول التنسيق لاستكمال هذه السلسلة من المناظرات إن كانت الظروف تسمح لكليكما كما جرى التنسيق لهذه المناظرة. في حال الاتفاق ستكون المناظرة الثانية في نادي الخاص بالدكتور